ببركة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا للروم الملكيين الكاثوليك المطران كير جوزيف جبارة، وتحت رعاية حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق حفل إفطار بمناسبة عيد الأم. شهد الحفلة عدد من الآباء الكهنة وممثلون عن مجموعات كشفية من العائلات الكنسية. بدأ الاحتفال ببركة من سيادة المطران تلاه كلمة للدكتورة السمعان، شكرت فيها مجموعة الكشافة على دعوتهم لرعاية هذا الحفل الذي يجسد المعنى الحقيقي لعيد الأم، مثنية على جهودهم المبذولة في خدمة الكنيسة. بمناسبة كمان هذا الشهر شهر عيد الأم، بنقول لكل الأمهات الله يخليكم، كل عام وانتم بخير عن جد، يعطيكم العافية، ربيتوا وتعبتوا وكبرتوا وفرحتوا كمان في أولادكم، واللي ما عنده أم أو أم انتقلت إلى الأمجاد السماوية بجوار ربها، حلو الواحد يذكرها بصلاة ذكرانية عن روحها، بزيارة مثواها هو وأولاده عشان يعلم أولاده إيش معنى الأم والتضحيات اللي بتعملها الأم، عشان لما بيكبر كمان ويشوف أولاده يعطوا قيمة لأمهاتهم فيكونوا قدوة. الله يرحم جميع الأمهات ويخلي أمهاتكم، وكل سنة وانتوا سالمين وفطور مبارك، وشكرا للشبيبة للكشافة طارق مسلم ومجموعته اللي بتجنن، ويعطيكم العافية. لابد من كلمة شكر أولا لكشافة ومرشدات مطرانيات روم الكاثوليك أم الصماق على هذه الترويقة اليوم لكل أبناء الرعية اللي كانت كبيرة كتير فوق 250 شخص. بالوقت ذاته بحب وجه معايدة لأمهات الكشافة والمرشدات في المطرانية، لكل الأمهات في الأردن بمناسبة عيد الأم، متمنياً للجميع دوام الصحة والتوفيق. شكراً. مثل كل سنة إحنا هذا الفطور بنعمله لدعم العائلات المحتاجة، الأيتام، ودعم نشاطات المجموعة بمناسبة عيد الأم. طبعاً كل عام وجميع أمهاتنا بألف خير. بالنهاية بشكر قناة نورسات وبشكر كل الحضور اللي إجى اليوم معنا، وشكراً لكم.